الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أننا وصلنا في التفسير إلى نهاية الآية التي يقول فيها الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. هذه الآية أعتقد أننا كنا بصدد تفسيرها في درسنا الأخير، ولعلنا انتهينا من تفسيرها. يقول الله عز وجل بعد ذلك: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أذكركم بما قلناه في مقدمة تفسير هذا المقطع الجديد من كلام الله سبحانه وتعالى. قلنا بعد أن بين الله عز وجل مظاهر إكرامه لهذه الخليقة عامة لبني آدم على اختلاف فئاتهم ونحلهم ومذاهبهم، بعد أن بين الله عز وجل مظاهر تكريمه للإنسان ممثلا في أبيه آدم، وانتهينا من مراحل ومظاهر هذا التكريم، انتقل البيان الإلهي من العام إلى الخاص، فأخذ يحدثنا عن نموذج من الناس الذين أيضا أكرمهم الله عز وجل وكرمهم، ولكنهم لم يكونوا على مستوى هذا الإكرام. قابلوا أو واجهوا تكريم الله سبحانه وتعالى لهم بالكفران. من هم هؤلاء الذين جعل البيان الإلهي منهم نموذجا؟ نموذج لمن أكرمه الله ونعمه وكرمه، ولكنه بدلا من أن يقابل تكريم الله عز وجل بالشكر قابل ذلك بالكفران. نعم، وكأن الباري عز وجل يريد أن يوضح لنا عمل الشيطان، وكيف أنه فعلا عندما آل على نفسه وقد طرده الله عز وجل بسبب هذا المخلوق الذي كرمه، طرده بسببه من نعيم الجنة والإكرام، آل على نفسه أن يشقي هذا الإنسان الذي كان سببا لطرد الله سبحانه وتعالى له. فهل نجح في هذا الذي سعى إليه؟ هذا النموذج الذي يحدثنا الله عز وجل عنه يدل على أنه فعلا قد نجح نجاحا جزئيا. وإن كان الباري عز وجل، ولعلنا ذكرنا ذلك عندما قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الباري رد عليه بأكثر من مكان في كتابه تعالى، من جملة ذلك قوله: نعم هذا صراط علي مستقيم،
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهؤلاء الذين يحدثنا الله عنهم هم من الذين اتبعوا الشيطان وكانوا غاوين، وهم بنو إسرائيل. هذه هي الصلة بين كلام الباري عز وجل من أول سورة البقرة إلى هنا، وهو يحدثنا عن بني آدم وعن تكريم الله لهذه الخليقة، والحديث الذي يبدأه البيان الإلهي عن بني إسرائيل. الآية الأولى هي هذه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الآن يحدث الباري عز وجل يحدثنا إجمالا عن النعم التي أغدقها على بني إسرائيل، ثم يأتي التفصيل بعد ذلك. الآية التي تليها قوله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بهذا القرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تجدون فيه مظاهر تصديقه للتوراة التي أنزلت عليكم عن طريق سيدنا موسى. كيف؟ الباري عز وجل حدث بني إسرائيل في التوراة عن آخر نبي يرسل، وحدثهم عن علاماته والمكان الذي سيوجد فيه، وأنبأهم وبين لهم تفاصيل الدلائل على نبوته في التوراة. الآن الباري عز وجل يقول لهؤلاء: آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. عندما تجدون هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتنظرون إلى شخص هذا الذي أنزل عليه القرآن، تجدون التطابق بينه وبين التعاليم والدلائل والعلامات التي حدثتكم في التوراة عن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل أن القرآن كلام الله عز وجل. هذا معنى قوله مصدقا لما معكم. طبعا نحن نعلم أن التوراة فيها حديث طويل ومفصل عن محمد عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته، ولا أدل على ذلك من أن فئات من بني إسرائيل ممن كانوا يعيشون في المدينة المنورة قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا اشتدت الخصومة بينهم وبين العرب من أهل المدينة من الأوس أو الخزرج، كان اليهود يتهددونهم بالإسلام، يتهددونهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون: لقد حانت بعثة آخر الرسل، ولسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. نعم، هكذا كانوا يقولون. إذن كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، ومعلوماتهم هذه مأخوذة من التوراة التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا موسى. وعلى الرغم من أن اليهود حرفوا ما حرفوه من التوراة، لا سيما الآيات أو الفقرات التي تحدثهم عن نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن دلائل نبوته والعلامات التي تتجلى عليه، كانوا يخفونها. نعم، والباري سبحانه وتعالى فضحهم في هذا عندما قال:
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم. في آية أخرى يخاطب الله فيها بني إسرائيل يقول عن التوراة: تجعلونه قراطيسا، نعم، تخفونها وتبدونها وتخفون كثيرا مما علمتم. فالباري عز وجل فضحهم في هذا. الآن يوجه إليهم وصية ممزوجة بتحذير: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. يعني بين ما تجدونه في التوراة وما تجدونه في القرآن تطابق كبير، فلا عذر لكم في أن تتجاهلوا. كانت من عادة اليهود أنهم يغيرون ويبدلون في التوراة انقيادا لأباطرة اليهود ولزعمائهم، نعم، وكانوا يأخذون على ذلك، نعم، إتاوة ورشوة، شأن كثير من الناس في كل عصر وفي كل زمان. نعم. طيب، ثم يقول الباري عز وجل: ولا تكونوا أول كافر به. كيف يعني لا تكونوا أول كافر به؟ الواقع أن المشركين في مكة كانوا أسبق من اليهود إلى الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن البيان الإلهي هنا يقول: ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا أول من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. نعم، أهل الكتاب هنالك يهود وهنالك نصارى. لا تكونوا أول الجاحدين، أول الكافرين من أهل الكتاب بمن تعلمونه نبيا ورسولا. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نعم، هكذا يوضح الله سبحانه وتعالى موقفهم. طيب، عندما قال ولا تكونوا أول كافر به، طبعا كيف يكونون أول كافر به والتوراة فيها دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا النهي تفسير للجملة التي قبلها، يعني سبيل كفرانهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاؤهم للآيات التي تنطق بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. كيف كانوا يخفونها؟ كان زعماء اليهود أباطرتهم يطلبون من رجال الدين إخفاء كل ما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته حتى أيضا، واستمر الأمر إلى بعثته، فكانوا يأخذون على ذلك إتاوة، نعم، رشوة، نعم، ويفعلون ما يشاءون، يخفون ويبدلون ويغيرون كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. الباري أيضا فضحهم بهذا، قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. جعل البيان الإلهي دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، المراد بالآيات هذه الدلائل. جعل الباري عز وجل دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، بمثابة ثمن. ولا تشتروا بآياتي، نعم، ثمنا قليلا، يعني لا تجعلوا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا بأيديكم.
تشترون بهذا الثمن الشقاء الأبدي الذي ينتظركم. واضح كيف؟ فيعني تدفعون ما به سعادتكم العاجلة والآجلة، وهي دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تجعلون من ذلك ثمنا بخسا. لماذا؟ لكفرانكم وجحودكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تجعلون من ذلك ثمنا لشقائكم. نعم، هذا معنى قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة هي المراد بالآيات. نعم، لا تشتروا بهذه الآيات ثمنا قليلا. تبيعون دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال بخس قليل، وتحكمون من خلال ذلك على أنفسكم بالشقاء العاجل. وهذا المعنى ذكره الباري عز وجل في آية سبقت. نعم، عندما قال الباري سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، في حدا بيشتغل هالشغلة؟ بيشتري الضلالة وبيجعل من الهدى ثمن، بيدفع هدى ثمنا ويشتري الضلالة سلعة. نعم، هذا الكلام إعادة لهذا المعنى الذي ذكره لنا البيان الإلهي من قبل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. إذا كنتم تشعرون بمخافة من زعمائكم وأباطرتكم الذين يكرهونكم على التغيير والتبديل، نعم، فأنا أوصيكم بأن تجعلوا خوفكم من واحد فقط، وهو من الله عز وجل: إياي فاتقون. طبعا تلاحظون أن مفعول فاتقون مقدم، مفروض أقول اتقوني أنا، لكن جاءت الصيغة بهذا الشكل الآخر: وإياي فاتقون. لماذا؟ من أجل الإشعار بالحصر. عندما نقدم المفعول على فعله فلنعلم أن الفعل يدل على الحصر، أي لا تخافوا أحدا غيري وإياي فاتقون. نعم، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم، سمع اليهود هذه الآيات وأيقنوا بها فيما بينهم سرا. نعم، ولكن كبرياءهم وعنادهم وعصبيتهم وأحقادهم التي عرفوا بها، كل ذلك حال دون الانقياد إلى هذه الوصية التي يوصيهم بها الله سبحانه وتعالى. والآن الباري عز وجل بعد قليل سيتحدث عن سلسلة النعم التي أكرمهم الله عز وجل بها، ولكن كانوا يواجهون هذه النعم التي يكرمهم الله عز وجل بها بالكفران وبالجحود وبالاستكبار. لاحظوا أيها الإخوة الفرق. للباري عز وجل عندما يخاطب بني آدم جميعا، يخاطب المسلمين بالأمر بتذكر نعم الله، لا يطلب منهم أن يتذكروا النعم، يطلب منهم أن يتذكروا المنعم. نعم، يقول: فاذكروني
أذكركم كما أرسلنا فيكم رسولا من قبلكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. في حين أنه عندما يخاطب بني إسرائيل يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ترى لماذا يغاير في خطابه بين ما يوجهه إلينا نحن المسلمين وما يوجهه إلى بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل عرفوا منذ أقدم العصور بعبادة المال، عرفوا منذ أقدم العصور بعبادة المادة، عرفوا منذ أقدم العصور بأنهم يضحون بكل شيء في سبيل مزيد من الغبطة المالية، في سبيل لقمة عيش، في سبيل الألق المادي في حياته. طيب الباري سبحانه وتعالى يخاطبهم بالطريقة المناسبة لهم. طيب هم يتطلعون دائما إلى المادة، طيب أنتم تطلعون إلى ما تذكروا، اذكروا هذه النعم. النعم هي من نوع ما تتعلق به نفوس بني إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا من نعم تعبدون المال وتعبدون الغبطة الدنيوية والسعادة الدنيوية ومظاهر الأبهة، طيب هذه نعم من هذه الأمور التي تعشقونها، هل تذكرتموها؟ فيخاطبهم دائما بأن يذكروا النعمة، لأنه هم عبدت هذه النعمة، إذا اذكروها. في حين أنه عندما يخاطبنا نحن المسلمين تكريما لنا، وأسأل الله أن يجعلنا على مستوى ذلك، لا يطلب منا أن نذكر المنعم. من المنعم؟ هو الله عز وجل. اذكروني أذكركم. كم وكم من فرق بين الطريقتين، طريقة خطابه لبني إسرائيل عبدة المال وعبدة النعم، وبين خطابه لنا نحن المسلمين الذين نرجو أن يكون الفرق بيننا وبينهم كبيرا جدا، فنحن ولله الحمد نحن خلفاء ذلك السلف الراحل، نعم، ولن نحيد عن منهجهم إن شاء الله ما عشنا، نعم نعم. نحن نذكر المنعم، إذا ذكرنا النعمة فنحن ننظر إليها على أنها رسالة من المنعم، تذكرنا رسائله بحبه لنا، بلطفه بنا، بصفحه عنا، بالآمال الكرى التي نعم برحمته التي ادخرها لنا. الباري عز وجل بهذه الطريقة أيضا يخاطبنا، هذا هو الفرق. نعم. ثم يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق، كلمة تلبسوا مأخوذة من اللباس، مأخوذة من هذا اللباس، نعم. ولباس التقوى ذلك خير. لام والباء والسين، هذه الكلمة مهما اشتققت منها فهي تعود إلى معنى اللباس. طيب ما المعنى المراد بهذه الكلمة هنا؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تجعلوا من الحق لباسا تغطون به الحق الذي أمرتكم باتباعه، يعني تجعلون من الباطل ما يشبه اللباس، نعم تسبلونه على الحق لكي تغطوا به الحق الناصع الأبلج الذي جعلته مكشوفا أمام العقول جميعا. لا تجعلوا من الباطل ما يشبه اللباس الذي يستر به الإنسان عرية. اللباس شو بيساوي الواحد فيه؟ مشان يغطي فيه عريه. تجوا أنتوا تجعلوا من الحق أشبه ما يكون بالعورة التي تستر، وتجعلون من الباطل ثوبا
لستر هذا الحق إياكم. الحق لا يستر، والحق أبلج، والباطل لجلج. مهما أردتم أن تظهروا الباطل وأن تجعلوه يتلالا لن يكون ذلك إطلاقا، ولكنكم تحاولون أن تخفوا الحق بنسيج الباطل، تجعلون من الباطل ما يشبه لباسا تسترون به الحق. ما المراد بالحق؟ الإسلام وبعثة الرسل والأنبياء السابقين، الأكاذيب التي كانوا يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الدجل. نعم، باري عز وجل ماذا يقول؟ وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمونه للناس فاشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب هؤلاء لتبيننه، لتبينن ما في التوراة من الدلائل الناطقة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لكن فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا الذي يقوله فبئس ما يشترون. طبعا هذا الميثاق متى؟ منذ أن أنزل الله عز وجل التوراة على سيدنا موسى، أخذ هذا الميثاق على سيدنا موسى وأخذه على النبيين أيضا. وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شوف الكلام الرباني سبحانه وتعالى. أخذ الميثاق حتى على الأنبياء، والأنبياء استنطقوا الذين اتبعوهم وأخذوا أيضا الميثاق عليهم، أنه إذا جاء النبي الذي يبشر به التوراة والإنجيل من بعد، نعم، فلن يكتموا هذه الحقيقة التي تشهد بها التوراة ولسوف يعلنون عنها، لكن كذبوا. نعم، فالباري عز وجل هذا معنى كلمة ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ما أخذ عليكم ميثاق، ألستم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام؟ طيب سيدنا موسى أخذ عليكم ميثاق أن تكونوا شهداء على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والباري أخذ هذا الميثاق أيضا على من موسى والنبيين من بعده أيضا. نعم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، لا تكتموا الحق. والحال وأنتم تعلمون، هي جملة وأنتم تعلمون في محل نصب حال، يعني لو كنتم تجاهلين تكونوا معذورين، لكن انتم ما لكم جاهلين. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وفي حالة كونكم تعلمون وأنتم تعلمون. أنا لا أحملكم عنة، الجاهل مسامح، لكنكم تعلمون، أنتم الذين تكتبون دل إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتقرون فيما بينكم بنبوته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليوم هذا الكلام ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقول المثل العربي. اليوم أحفاد أولئك الزعانف يعلمون الحقيقة أيضا، ولعلهم يعلمونها أكثر مما يعلمها بعض الآخرون من أهل الكتاب. نعم، يعلمون ذلك وفيما بينهم يقرون ويعترفون. نعم، وهم يعلمون صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم، وحتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله إن خلفي يهوديا تعال فاقتله إلا الغرقد. يعلمون هذا، يعلمون صدق
كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العصبية القتالة حكمت عليهم بالشقاء. ويعني أنغض الرأس لهذا الشقاء الذي حكمت به عصبيتهم عليهم. نعم، هذه هي الحقيقة. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ثم قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة، ألم يكن في دين اليهود صلاة؟ بلى، موجود صلاة عندهم، لكن صلاتهم كانت بدون ركوع. صلاتهم التي كانوا يصلونها لم يكن فيها ركوع. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وقابلوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بالعصبية والرعونة، نعم، آثروا أن يتعصبوا لعباداتهم التقليدية، وعباداتهم التقليدية أيضا متغيرة ومتبدلة غير تلك التي نعم جاءت في التوراة، والتوراة قسم كبير منها محرف طبعا. فالباري عز وجل يقول له أقيموا الصلاة التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام، واجعلوا صلاتكم طبقا ما أوحي به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومن جملة الصلاة الركوع. نعم، لكن كانوا هم يمارسون صلاتهم على الطريقة التقليدية التي توارثوها، وهي صلاة بدون ركوع. نعم، فالباري عز وجل يقول وأقيموا الصلاة. طيب، هنالك يعني واجبات كثيرة أخرى، لماذا ركز القرآن على إقامة الصلاة؟ يعني في أمور أخرى كثيرة، عبادات كثيرة، لماذا ركز البيان الإلهي على إقامة الصلاة؟ الحقيقة مو بس في هالمناسبة، دائما البيان الإلهي عندما يتحدث عن العمل الصالح إما أن يمر على كلمة العمل الصالح بإجمال، مثل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وإما أن يفصل. فإذا فصل جعل أول مظهر من مظاهر الأعمال الصالحة إقامة الصلاة دائما، أول مظهر من مظاهر الأعمال الصالحة إقامة الصلاة، بل يركز عليها بمناسبات أخرى، في مثل قوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر، قرآن الفجر المراد فيه الصلاة، كان مشهودا. نعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الآيات التي يذكرنا الله عز وجل فيها بأهمية الصلاة بين سائر العبادات شيء مخيف. نعم، والحكمة من ذلك واضحة، الحكمة أن يكون الإنسان مع الله، والنافذة التي بها يتصل الإنسان بالله عبرها هي الصلاة. يعني كيف بيكون الإنسان مع الله دائما؟ شلون يكون مع الله؟ الباري عز وجل ما حاشاه أن يكون له مكان نفد إليه نجلس إليه فيه، الباري لا يحده لا زمان ولا مكان، هو خالق الزمان وهو خالق المكان، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. إذن كيف تكون المعية مع الله؟ كيف نكون مع الله؟ تكون مع الله بأن تدخل، بأن تستجيب لاستضافته لك في اليوم 5 مرات. نعم، يستضيفك في 24 ساعة 5 مرات. كيف يستضيفك؟ بأن تقف تناجيه وأنت على يقين أنه معك، يسمع نجواك ويسمع كلامك ويسمع دعاءك ويستجيب لك. نعم، إن كنت أنت ملتزم بشروط الاستجابة. نعم، هذا معنى استضافة الباري سبحانه وتعالى للإنسان.
وبالمقابل الإعراض عن هذه الاستضافة خطير جدا جدا جدا. في الناس اليوم أناس كثيرون مسلمون وربما اعتزوا بالإسلام وربما اعتزوا بانتمائهم إلى هذا الدين، نعم، ولكن تنظر فتجد أن جباههم لا تعرف السجود، لا يعرفون توجها إلى قبلة الله عز وجل، لم يقفوا ولم يتعودوا يوم من الأيام أن يقفوا يخاطبون الله قائلين إياك نعبد وإياك نستعين. يا أخي أنت مسلم، كيف يقول قائلهم الصلاة مو كل شيء؟ نعم هكذا قيل لي مرة، الصلاة ما هي كل شيء. قلت له إيه مظبوط، الصلاة ما هي كل شيء، وأركان البيت كمان ما هي كل شيء، هذه الدعامات إيه نعم من البناء ما هي كل شيء، لكن من الذي يجهل أن الدعامة إذا نسفت سيزول البناء معها؟ كلاتهم نعرف ذلك. رب شيء لا يكون هو كل ما يتركب منه لكن به قوام ذلك الشيء، يقول هو قوامه به. نعم الصلاة عماد الدين، صحيح ليست كل الدين لكنها عماد الدين. فالإنسان الذي يكون على هذا النحو معرضا عن الصلاة وجاءه الموت، أغلب الظن أنه يرحل إلى الله عز وجل وهو محجوب عن الله، أغلب الظن. نعم جبهة ترحل إلى الله وهي لا تعرف السجود، مستحيل مستحيل. إما أن يجذب الباري هذا الإنسان يلهمه التوبة قبل رحيله، أو إذا رحل إلى الله عز وجل وهو لا يعلم شيئا عن الصلاة، لا يعلم كيف يركع لربه، كيف يسجد لربه، كيف يقف موقف المتخشعين متذلل للسلطان مولاه وخالقه، هذا لن يكون مرحوما نهائيا، لأنه لن يفعل هذا إلا استكبارا، مستحيل. شو اللي بيمنع الإنسان من أنه يصلي؟ الاستكبار، الاستكبار. نعم لذلك الباري عز وجل يخاطبنا دائما بأساليب مختلفة، اقرأوا القرآن وشوفوا، تلاقوا تأكيد القرآن على الصلاة أكثر من الصوم أكثر من الزكاة وأكثر من الحج وأكثر أكثر من كل العبادات، لأن هي نافذة الصلة بالله عز وجل، يعني بوابة الصلة بالله سبحانه وتعالى. نعم فما بالك بمن لا يكتفي بأن يبتعد عن الصلاة بل يشمئز منها ويمنع الآخرين أيضا، والعياذ بالله والعياذ بالله. نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بين هاتين بين هذين الأمرين يكاد يكون هنالك تلازم بين في كتاب الله عز وجل، يعني كلما أمرنا الله بإقامة الصلاة تجد إلى جانبها أمرا بإيتاء الزكاة. بعدما شرعت الزكاة بين الأمر بالزكاة، أي إخراج هذه الإتاوة التي أمرنا الله عز وجل أن نخرجها وهي حق من حقوق الله للناس الذين أمرنا الله عز وجل أن نعود بهذه الإتاوة إليهم. أما قبل أن تشرع الزكاة في آيات كمان تأمرنا بإيتاء الزكاة، فمن العلماء من قالوا عندئذ الحديث عن الزكاة مراد بالزكاة عندئذ التزكية، يعني قبل أن تشرع الزكاة إذا رأيت في آيات مثلا مكية، نعم لم تشرع فيها الزكاة بعد، لكن الباري عز وجل عم يمرنا فيها بالزكاة. كثيرون هم الذين قالوا المراد بالزكاة في تلك الآيات تزكية النفس، تطهير النفس من الشوائب من الأعقاد من الضغائن، من هو أصلا كلمة
الزكاة لماذا سمي إخراج هذا القدر من المال زكاة؟ لأنك بذلك تطهر نفسك وتطهر مالك، تطهر مالك وأيضا من ثم تطهر قلبك وتطهر نفسك من الشوائب. نعم. فإقامة الصلاة هي إحدى الكفتين في ميزان واحد، هي حق الله، وإيتاء الزكاة هي حق العباد، وكلاهما ينطلقان من حق الله. إيتاء الزكاة ليش أصل كل لمين؟ حق الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أحال هذا الحق الذي وله إلى من؟ إلى من ينوبون عنه في قبض هذا المال الذي يرحل إلى الله. أنت توصله إلى الله عبر هؤلاء الذين تحدث البيان الإلهي عنهم في سورة التوبة عندما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم. فالباري سبحانه وتعالى يطلب منا أن نعطي حق الله عز وجل في أموالنا، وبحسب الظاهر يرحل إلى هؤلاء الأصناف، لكنه في الحقيقة يذهب إلى الله. الباري عز وجل أوضح ذلك. أيضا هذا الجانب أيها الإخوة مهمل، مهمل، قد ما يكون مهمل مثل إقامة الصلاة، قد ما يكون محارب مثل إقامة الصلاة، لكن مهمل إجمالا، مهمل. نعم. ومع الأسف كثيرون هم الذين ينتقدون بمثل الانتقاد الذي وجهه المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباري نقل نعم انتقادهم هذا وسجله في محكم تبيانه: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. مثل ما الله أعطانا بيعطيهم، ليش حتى نعطيهم؟ واحد قاعد عطال بطال وأنا عرقت جمعت هذا المال أعطيهم؟ لا 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 لا، مثل ما الله أعطاني يروح يعطيهم لهم كمان. اليوم هنالك ناس يقولون مثل هذا الكلام، لك هذا المال لا مالك ولا ماله، مال الله عز وجل، باري عز وجل وظفك على هذا المال، منين عم تدعي أنه هو مالك؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين فيه. نعم، يعني أنت موظف لإدارة سياسة هذا المال بالنهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وبالنهج الذي أمرك الله عز وجل به. آيتان، شوف شو بتقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. دوروا لي من أول القرآن لآخر في آية بتقول إنه الإنسان بيملك قرش؟ أبدا، ما في، ما في ولا آية تقول أنك يا ابن آدم تملك شيئا، أنت بتملك، أنت مملوك، أنت مملوك. العبد وما ملكت يداه ملك لسيده، أليس كذلك؟ نعم. وإنما الباري سبحانه وتعالى وضع بين أيدينا هذه المقدرات وأمرنا أن نسوسها بالطريقة التي شرع، ثم إنه وعد: إذا نفذت ما أطلبه منك المال، مال الله، شوف مو مالك، نعم، لكن إن أنت فعلت ما قد طلب منك وأعطيت حق الباري عز وجل للباري عن طريق هؤلاء الأصناف، فالباري عز وجل وعد أنه يبعث لك 10 أضعاف يلي أعطيتون، 10 أضعاف أقل المراتب، أقل المراتب، وإن شاء أكثر أكثر. ليش أنت مالك اللي دفعته مو مالك ومع ذلك كأنه مالك، والباري عز وجل يكرمك. شوفوا هالكلام اللطيف، ما في أحلى منه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من بعد ما أكد لي أنه المال مال الله، وقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بمناسبة الأمر بإعطاء أولئك الفقراء حقوقهم، شو قال؟ قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
جعل الباري ذاته العلية مقترضا وجعلك مقرضا. شوف هذا التكريم، تقرضني شيء من هالمال اللي هيك عنده منك وانا بعودك بعطيك 10 أضعاف واكثر كمان بعطيك يا رب. ايه ليش انا؟ ايه انا كلي لك، انا كلي ملكك. اي نعم. والعجيب ان في الناس من يخيل اليه ان هذا ماله ورثه كابرا عن كابر، وورثه كما يقول قارون على علم منه. اي نعم. سكر، هذا نوع من السكر يطوف بذهن هؤلاء الناس. وقارون قبل ذلك قال هذا الكلام، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا عرفت كيف أجمع هذا المال بجهدي باكتشافاتي بعلومي مثل ما بيقول اليوم، مثل ما بيحكوا اليوم عندنا، إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. لماذا نعيد سيرة قارون مرة أخرى؟ المال مال الباري عز وجل، بعدين كن على ثقة بالله، تعطي رقم واحد بيعطيك 10، تعطي 10 بيعطيك 100، أقل شيء أقل شيء. وسلوا الذين وثقوا بعطاء الله وفعلوا ما أمرهم به الله، كيف أن الله حقق هذا الشيء الذي قاله عن ذاته العلي. طيب، يبدو أن الوقت قد أدركنا. نعم، نتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم تتمة الآيات، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما أوليت، ولك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما أكرمت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا مطرنا الليلة بفضلك، مطرنا بإحسانك وجودك، عاملتنا بإحسانك، عاملتنا بما أنت له أهل، لم تعاملنا بما نحن له أهل، فلك العتبى يا ربي حتى ترضى. لك الحمد ملء السماوات والأرض، ملء ما بينهما يا ذا الجلال والإكرام. يا هادي المضلين اهدنا، اهد عبادك التائهين الضالين في مشارق الأرض ومغاربها، خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك، اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تدخل الهداية في قلوب قادة المسلمين مشرقين ومغربين أينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، إله الحق يا رب العالمين. اللهم صل في هذه الليلة الغراء أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، وجه قلوبنا إلى ما يرضيك، طهرها من كل ما يحجبنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. لا تشغلنا بسواك، لا تشغلنا بسواك، لا تشغلنا بسواك، فرحنا عند لقاك يا رب العالمين. اختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم بارك لنا في شامنا هذا ذا الجلال والإكرام، اكلأ شامنا هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. من علينا بصفاء المعرفة، من علينا بالإخلاص لوجهك الكريم، من علينا بانشراح الصدر، تيسير الأمر يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا
وانصرنا على أنفسنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين 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 والحمد لله.